يلا قدام على الروضة يلا. لا لا ما اروح ما اروح. ليش ما راح تروحون؟ لا ما اروح. قدام قدام قدام. ما تبغى تروح انت؟ يلا 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 انت يلا روح لحالك يلا. تداومون وانا بروح انام. لا 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 قلت لك لا قلت لك لا. هو اول يوم بعد بيداومون خالد اذا جاء واحد من فصلك وكلمك شو تسوي فيه؟ اعطيه كف. يا خالد اذا ولد طيب ويبغى يتعرف عليك شو تسوي له يا اخي؟ ادعس وجهه. تروح الفصل وتمشي لحالك ما تبغى تتعرف على احد؟ لا ما اروح الفصل اروح لحالي. طيب وانت يا عبد الله بتصير نفس اخوك تمشي لحالك؟ كذك. باي وجه زقه اوجعني بطني. توهم يدخلوا الروضه يعني كم باقي لهم يتخرجون الثانوي 1450.